تفضلي قولي قصص. انا جبت بمر محمد عليها خروف قلت وبطاطا وبت ده قد ايه؟ وماما وبت من السوق عليها خروف حبيبتي ربنا يكبر بخاطر عليها خروف في المرة. الشمس بقت مليانة على خير الشمس ايه مش الغوية روقتينا واكلتنا كل المرة المنح كل الغلا والحلو كله حبيبتي نور عيني مش منك يا مغادرة سبحان الله الغلا والفني ايه الفني؟ يا غدا يا فني ايه الغلا وايه الفني يا ماما؟ ننسى يا رب ايه الغلا ايه الغالي؟ خط السما كده اهو ابيض طويل الغلا يعني الاسعار تغلى الفني يعني يا غلا يا فني قلنا يا رب غلا غلا يا رب احسن من الموت والفانة وتموت غرقة وخلكة وغرقة وحرقة وبراكين وزلازل اللي غالي ما تجيبوش اللي غالي ما تجيبوش واحد موت امه ما تجيبوش الغالي صح ولا حد بيموت مجبور اكيد لو هتجيبوا حبة مش من الزلع وغمته وحدثته كده ملاقيين الرغيف العيش ايه الحمد لله كنا بنموت نفسنا على الرغيف العيش على الرغيف الطابون دلوقتي بقى سهل السهل كانوا بيعملوا القهر كله في الطابون بقى سهل السهل كل حاجه دلوقتي بتحمدوا ربنا على الرغيف العيش بس احمدوا ربنا يموتوا بعض والناس فوق بعضها وضربوا ربنا على الرغيف العيش بناخده سهل تاخدوه سهل كده بالبطاقة وانتوا واقفين بعيد في اي مكان ما كانت ماما ترضاش تقف تقول لا انا اروح اطلع وماسكه الطياره وخدتها وروحت قصدي شفتوا قالت اروح اعجن ربنا على الشارع بتاعنا منه لله وقالت اروح وروحت قصدي حسب يا الله وانت الوكيل فيه يا اخوي يلا وقالت اروح خبزت وانت الوكيل فيها يا رب قالت اروح تطلع في الحته على شي خلص لك الدنيا في الاخر الشباك كبس على قلبه والناس هفوق منه وكله ولا خدتش وروحت غضب وخبست وعكل وطبون على قلب الشارع قلب الشارع منها ربنا تربتي في قلب الشارع انتين منها كمان وكمان يا رب يعني الخير بيندعي له والشر الخير بيندعي له والشر بيندعي له حتى لو يوم القيامة يا ولد الاخر شفت بقى يعني التمس الدعوات معلش يا ماما معلش اخلص ربنا على ريت العيد تاخدوه كده وانتوا قاعدين زي الستات بره يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا فلاش يا باشا مصر يا رجالة على الحريم على قرب عاجل وقرب دلوقتي راح دلوقتي راح في اي مكان نجيب العيش في اي مكان نجيب التمس وياكم بالله بالسبح ربنا يستره في الدنيا في الاخره ويكبر بخاطره رئيسنا حبيبي وروحه فاضيين ربنا يصحى ربنا يكبر بخاطره رئيس ويخبطوا بعض بالمطاوق قرب دلوقتي ما ريح الناس ما فيش حمد ولا جديد عجبكم البصل ما تاكلوش بتاخدوا البصله ب 60 جنيه من 60 جنيه ما تجيبوش 35 وهم 20 جنيه ما تجيبوهاش والنبي ده نوبي هقول لكم نوبي اضحكوا علي وراجل راح السوق بيسيل في الكرومب على العربيه على اخره حلو الضرب كده اما عيد ولا حدش قال له الفتحه للراجل سبحان الله ولا خدت بحت منها ولا كرومب يا عيني قال حزين قالوا له بقى كنت هياخد منك الشمس ده كله قالوا له واحدة اسمها الحاجة قال لي اسأل عليها وروح لي مش هتكسبك هتاخدها كله أنا أقول بس عندها البهايم والطيور وعندها كل حاجة ما تكسبش حد أبدا الراجل جاي أنا فرحان أخد منك الشمس الكرنب دي قلت له كله يا عم قال قلت له ليه الواحدة بقاش؟ قال زي ما تقولي حدهولي قولي الواحدة بكذا هعدهولي قلت له هتعدهم كله الواحدة بربع جنيه يا دلع كرمبي بربع جنيه فتحت مش شفت انا فتحت سبحان الله الناس يا حاج وقعد عندهم خمسه سبعه وخمسين كرمبي سبحان الله وعديهم وحسب حسابهم نار مش عارفه خدت 12 جنيه
مراسل وانا يضحك بالراحة. اما ما تقول اسبوع ثاني اسبوع حي اروح حي ورخي اكيد ربنا يقول بخير ورخي. انا تعلقتي ما بطوبها يا علاء اقدر غلو الدنيا غلو ربنا كيف جبتي غلوات انا تشكر وداوته وشكر عن نفسك صح حتى ده ورجعوا لربنا بس كده ورجعوا لربنا وصلوا ورجعوا لربنا وربنا هيحل عنكم وهيحل عنا البلاء والغلاء والغلاء. اما نرجع لربنا نرجعوا الى ربنا واستغفروا ربنا استغفروا ربنا العالى حرام عليكم ما بقاش حد يستغفر ربنا ولا حد يرجع لربنا كده ليه المعاصي كتر في العالم يا رب ان انتوا باين يوم رحل له رحل لله رحل لا بقى امر ربنا امر الرب كريم لينا كده انا بعملك هتقابله حلو بعملك هتقابله هيقابلك بالغم بعملك برضه ربنا يجعلنا في الخير دايما ولا يظلم ربك احدا. نعم 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 والله عمره ما يظلم حد احدا ابدا ابدا سبحانه وتعالى. عملت طيب لنفسك عملت طيب راضي لنفسك من عندك كله ما بيروح ما بيروح يعني انت بتنسي ربنا ما بينساش ومن عندك الكتاب كده اهو